لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعض، أيضا هبت الرياح ونزلت الأمطار بفضل الله تبارك وتعالى ونعمته، عدت إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أراجع وأتذكر ما قاله ربنا عن الرياح والأمطار وغير ذلك من هذه الأمور. رجعت إلى القرآن، إلى رب العالمين وإلى كلامه، أتذكر وأراجع ما جاء عن الرياح، أتذكر أن الله عز وجل هو الذي يجري الرياح، هو الذي يسير الرياح، هو الذي يسخر الرياح، يرسلها نقمة وعذابا على أقوام، ورحمة وفضلا على أقوام. الرياح لا تجري من عند أنفسها، الرياح أو الريح لا تجري من عند نفسها، وإنما الذي يجريها هو الله، يدبر أمورها ويسيرها ويسخرها ويرسلها هنا أو هناك بقدر معلوم. كل شيء بقدر، وكل شيء بحساب، حتى لا ننسى لابد أن نتذكر إذا هاجت الريح أن الله هو الذي يرسلها، هو الذي يسخرها، هو الذي يدبرها بسرعات معينة وأقدار وحسابات وكميات، كل شيء بقدر. الريح لا تجري من عند نفسها ولا من عند غيرها، وإنما الذي يجريها هو الله. رحت أتذكر وأراجع ما جاء في كتاب ربي
سبحانه وتعالى أتذكر وأسبح بحمد الله وأتعجب من أقدار الله وأخضع لمشيئتي وإرادة الله سبحانه وتعالى. هذه الرياح خلق من خلق الله وجند من جند الله، مأمورة بأمر الله، مدبرة بمشيئة الله وعلم الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. حتى لا أنسى، الناس يتكلمون عن الريح والأمطار وغير ذلك، حتى لا أنسى ما حديث الناس، أتذكر حديث رب الناس سبحانه وتعالى، هو الذي يسير الرياح، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يرسل الرياح إما عقيما كما أرسلها على عاد، أرسل عليهم الريح العقيم ما تركت شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يرسلها رواقح تلقح السحاب فيمطر، تلقح الأزهار فتثمر. هذه الرياح يرسلها الله لواقح، يرسلها عقيما، يرسلها بشرى بين يدي رحمته، يسخرها لمن يشاء. عدت إلى الريح في القرآن الكريم فتذكرت هذه الريح التي أرسلها الله على عاد، عجيبة جدا. هذه الريح الصرصر العاتية التي أهلك الله بها عاد قوم هود، لما عتوا عن أمر الله، لما عتوا عن أمر الله أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية عتت عليهم. عاد كانوا طوالا عراضا أقوياء، كانوا يقولون من أشد منا قوة، كانوا يقولون من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة، هو أشد منه قوة. أرسل عليهم الريح الصرصر العقيم العاتية عتت عليهم، ما استطاعوا أن يصدوها أو يمنعوها أو يختفوا منها أو يختبئوا منها أو يقاوموها. كانت الريح تدخل عليهم البيوت فتحمل الرجل خارج بيته، الريح كانت تدخل البيوت على الكفار فتحمل الرجل منهم وتخرج به خارج البيت وتصعد به إلى أعلى ثم تقلبه ثم تهوي به على أم رأسه حتى تتكسر جمجمته. ما استطاعوا أن يصدوها، مغاليق الأبواب، المتاريس والأبواب المغلقة والأبواب المحصنة لم تستطع شيئا أمام هذه الريح العاتية، عاتية مدمرة مكتسحة، لا يقف أمامها شيء ولا يحمي منها شيء. كانت تدخل عليهم البيوت وتحمل الرجال والنساء وتخرج بهم، تصعد بهم عاليا وتقلبهم، والرجل منهم طويل وعريض زي النخلة، ثم تقلبه وتهوي به على أم رأسه فتتكسر جمجمته ويصبح كالنخل المنقعر، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأن جدور نخل بس جدور ما فيهاش أوراق ما فيهاش ثمار. هذه الريح التي أرسلها الله على عاد كانت لهم قصور شاهقة عالية حصينة محصنة، لم تحميهم هذه القصور ولم تمنع عنهم هذه الرياح العاتية، دخلت عليهم القصور أيضا وأخرجتهم جميعا، كل عاد كلهم بنفس الطريقة، دمرتهم
وأهلكتهم وحطمتهم. لما عتوا عن أمر الله أرسل عليهم ريحا عاتية، صرصر عاتية. قل سبحان الجبار القهار، هذه الريح مدبرة مسخرة يرسلها على من يشاء. جند من جنود الله، خلق من خلق الله، يدبرها الله، لا تجري من عند نفسها ولكن من عند خالقها ومحكم الكون ومدبر الكون سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بهذا ونوقن بهذا، وهذا مذكور في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. مهما استغربه من الناس أو أنكروه أو ردوه، فنحن نؤمن بهذا ونوقن بهذا ونصدق بهذا. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه ريح هوى، الريح دي هوى، ولكنه في خزائن من خزائن الله، ولو خزنة لو حراس. خزائن الريح لها حراس، لها خزنة من الملائكة يخرجون الريح بإذن الله وبأمر الله وبمشيئة الله وإرادة الله. كل شيء بقدر وبحساب، الملائكة لا يتصرفون من عند أنفسهم. هذه الريح لها خزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل شيء له خزائن عند الله، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح، شيء من جملة الأشياء التي لها خزائن عند الله وخزان. وكما جاء في الروايات أن الريح العقيم التي أرسلها الله على عاد ما خرجت إلا من موضع على قدر الخاتم، خاتم قد كده، فتحة صغيرة، وربنا أمر الملائكة أن تخرج منها الرياح على قوم عاد فدمرتهم وحطمتهم. قدر يسير، فتحة قليلة جدا، ولكن مشيئة الجبار القهار سبحانه وتعالى. الكون كله في سلطته وفي قبضته وفي حكمته وفي علمه وإرادته سبحانه. من إله آمنا به وتوكلنا عليه وأنبنا إليه وتبنا إليه. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك تحاكمنا. هذه الريح، تذكرت عاد وهذه الريح الصرصر العاتية، وهي الريح هواء سخرها الله لسليمان، وهذا أيضا مذكور في القرآن الكريم أن الله سخر الريح لسليمان، النبي سليمان عليه الصلاة والسلام، غدوها شهر ورواحها شهر. المسافة التي تقطع في شهر واحد كان يقطعها سليمان في وقت وجيز قصير جدا. كان عنده بساط من خشب يجلس عليه وما يشاء، ما شاء وما يشاء ومن يشاء، كرسي، كرسي المملكة والخدم والحشم ومن يشاء من الجن والإنس والطيور وكل شيء على هذا البساط الخشبي، ويأمر الريح فتطير به وتحمله وتنقله إلى مكان بعيد مسافة شهر، يروح في غدوة أو روحة، غدوها شهر ورواحها شهر، مسافة شهر يروح في
وقت في الصباح قصير جدا. ماذا يفعل نبي الله سليمان؟ كان يطير وينتقل من مكان إلى آخر ليدعو الناس إلى دين الله. ما كان ينتقل للسياحة. سيدنا سليمان سخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. كان ينتقل بطريقة لا نعرفها، يركب على البساط ويأمر الريح أن تطير به وأن تنقله وأن ترتفع به إلى مكان كذا، والريح تفعل. تقول سبحان الله، كيف إزاي ده الريح دي هوا هوا، كيف يدرك الأمر؟ كيف سخر الله له الريح؟ لا يعجزه شيء سبحانه، لا يعجزه شيء سبحانه. قدرته باهرة مبهرة. أمامها نقول سبحان الله سبحان الله ولا إله إلا الله، آمنا بالله. يأمر الريح تحمله لفوق، امشي في هذا الاتجاه. يعني كما ورد في قصة نبي الله سليمان، كان يذهب في اتجاهات متعددة، كان يذهب في اتجاهات متعددة ليدعو الناس إلى دين الله. ربنا سخر له الرياح أو الريح وهو يستغلها في الدعوة إلى الله، في دعوة الناس إلى دين الله، ينتقل إليهم ويتحول إليهم ويدعوهم ويذكرهم، ثم يعود بمن معه. لما يخلص المهمة يركب على البساط ويأمر الريح تنقله تطير بيه، يرجع تاني الشام، القدس، فلسطين، يرجع. المسافة مسافة شهر، يذهبها في وقت قصير جدا، ساعة ساعتين مثلا بالغدو والرواح. أيضا كان يتحرك هنا وهناك بالريح. خلق من خلق الله مدبرة، ربنا يسخرها تأتمر بأمر سليمان في هذه الأمور، والريح تسمح وتطيع. خلق من خلق الله، تقول سبحان الله. الكون كونه والأمر أمره والمشيئة مشيئته سبحانه من إله، سبحان الواحد القهار القوي الجبار سبحانه وتعالى. تذكرت لما هاجت الريح أيضا، هذه الريح التي أرسلها الله على الأحزاب في غزوة الخندق، قريش وغطفان، ريح شديدة جدا. ماذا فعلت هذه الريح؟ كانت تخلع الخيام وتطفئ النيران وتقلب القدور. هي الريح على المسلمين وعلى الكفار، إنما عند المسلمين لا تسبب أي متاعب. صحيح في برد عند المسلمين في غزوة الخندق، في برد شديد، ولكن عند الكفار في برد أشد منه. الريح ربنا يسخرها على دول نقمة وعذاب وشقاء وعناء، والمسلمين سعنين، إنما عليهم سلام، ما حد يتأذى، ما خلعت شيئا ولا آذت مسلما إلا بالبرد. عند الكفار الخيام تتخلع، والكفار حد يحميهم من الله لما يسخر عليهم الريح. خلعت الخيام وأطفأت النيران وقلبت القدور وآذاهم صقيعها وبردها، حتى آذنوا بالرحيل وفكوا الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين بعد أن حاصروا الرسول في الخندق. حتى إن المسلمين ما كانوا يستطيعون الصلاة آمنين، في يوم من الأيام فاتت منهم صلاة العصر، والنبي فاتت منه صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب، وفي يوم فاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب، ما
من المسلمين وصلوا هذه الفرائض في وقت صلاة العشاء، وضع صعب جدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، موقف كان صعب جدا، هذا الحصار الضاغط الصعب الشديد اتحل ازاي؟ بالريح، الريح رياح سخرها الله وأمرها الله، سلطها على الكفار وأرسل معها ملائكة يبثون الرعب في قلوب الكفار حتى فكوا الحصار وعادوا من حيث جاءوا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الريح مخلوقة، جندي من جند الله، مدبرة مسيرة مسخرة مأمورة تسمع وتطيع، الكون هذا مدبر محكم. تذكرت أيضا عندما هاجت الريح ذكريات متعددة، تذكرت الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي كانت الريح تكفأه، لما الريح تشتد قليلا كانت تكفأه تحركه يمنى ويسرى، يجي ماشي لقدام إلى نفسه بيمشي يمين بيرمي يمين، ليه؟ مش قادر، نحيف نحيل خفيف رضي الله عنه وارضاه، يجي يمشي الريح تجيبه شمال، يجي يمشي ممكن الريح تكفأه ممكن يقع. وهذا ما حدث في غزوة من الغزوات كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وصعد على شجرة من الأراك السواك، فكانت الريح تكفأه، يطلع على الشجرة فالريح توقعه، يمسك في الشجرة كويس تكفأه الريح، هو الوحيد لأنه خفيف الوزن نحيف أو نحيل البدن، والريح توقعه من على الشجرة حتى انكشفت الثياب عن ساقيه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال النبي مما تعجبون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال هما في الميزان أثقل من جبل أحد، الخفيف يوم القيامة يبقى تقيل جدا، اللي الريح بتوقعه، اللي الريح بتزقه، اللي الريح بتكفأه. تذكرت هذا الصحابي الجليل المجتهد المجاهد، أول من جهر بالقرآن في مكة من الصحابة، من الصحابة، وهو اللي حز رأس أبو جهل لعنة الله على الكافرين، وله مواقف كثيرة جدا. كان عالما بالقرآن الكريم، متقنا للقرآن الكريم، عالم من العلماء، كان فقيه، فقيه وقارئ وحافظ وعابد ومجاهد، ولكنه وزنه خفيف، الريح بتوقعه، يوم القيامة هيبقى تقيل. اللي تقله العمل الصالح، اللي تقل الرجلين في الموازين يوم القيامة العمل الصالح، القرآن، الجهاد في سبيل الله، المشي إلى المساجد، المشي في طلب العلم، الرحلة تقله، هيبقى تقيل جدا. عبد الله بن مسعود يوم القيامة لما يتوزن هو بنفسه، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وتذكرت أيضا المنافقين، العكس بقى، النبي قال عن المنافقين يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، منافق، وما أكثر المنافقين في زماننا، منافقين في القنوات، في التلفزيون، على الشاشات، في الجرائد، ليس لهم هم إلا نقد المتدينين والمؤمنين والهجوم على الإسلام والمسلمين والسخرية من المتدينين بل حتى من الدين،
المنافقين. الحاجة العجيبة ان فعلا معظمهم سمان دخان. واحد اسمه كذا عارفينه منافق مريض القلب، والتاني اسمه كذا، والتالت اسمه كذا، اسماء المسلمين، ولكنهم مرضوا على النفاق في قلوبهم مرض. التخين ده، السمين ده، العظيم ده، الملزلز ده، المنافق يوم القيامة خفيف. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كما قال الله عز وجل. والنبي قرأ الآية دي مع الحديث ده. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. منافقين أذونا كتير، أذونا كتير، حتى وإن كانوا ضخام أو سمان أو عظام أو مرموقين، يوم القيامة ولا حاجة، ولا حاجة، هيبقوا قد النملة. المنافق العظيم السمين ده يوم القيامة سيكون مثل الذر، يداس بالأقدام في زحام الآخرة. المنافق اللي بيأذي أهل الإيمان والإسلام، اللي بيهاجم الدين والإيمان والإسلام والأئمة والعلماء والمشايخ والدعاة والفقهاء والتراث، الطويل العريض التخين، ولا حاجة. ما يوم القيامة مش بالجسم، الوزن مش بالجسم، الوزن بالعمل الصالح. فتذكرت عبد الله بن مسعود، الريح تجمد شوية ما يعرفش يمشي، تجيبه يمين وتجيبه شمال وتكفأه، ولكن ده في الدنيا، هذه أمور الدنيا. الفيصل في الآخرة يوم القيامة، الميزان هو ميزان الآخرة، المكانة هي المكانة في الآخرة، الكرامة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما يغركش حتى في الريح دي تلاقي السمين ده ماشي ثابت، واثق الخطى كما يقولون، واثق الخطى، طويل وعريض وسمين وتخين، ده يوم القيامة ده هيتداس تحت الأقدام. الدنيا مش كل حاجة، لسه في آخرة. هذه مسائل والله تذكرتها لما هاجت الريح، رحت للقرآن والسنة أتذكر ذكريات مع الريح والرياح، وذكريات وأحداث ومواقف أتزود بها وأراجعها، وأذكر، أذكر نفسي وأذكر إخواني، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن يرزقنا زيادة العمل الصالح، وأن يثقل موازيننا يوم القيامة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، الرسول صلوات ربي وسلامه عليه في غزوة تبوك، لما وصل إلى تبوك صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت تبوك في أيام حر، حتى إن المنافقين قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كانت أيام حر بل قيظ، نار سخنية، جو ساخن ملألب. إنما اللي حصل لما النبي وصل تبوك صلوات ربي وسلامه عليه بالنهار، قال للصحابة: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فلا يقم فيها منكم أحد،
ومن كان له بعير فليشد رباطه، عقاله. كلام واضح، تعليمات واضحة، والأوامر واضحة. إنما اللون بالليل، بالنهار حر جامد جدا. وهذا الحديث في صحيح مسلم، صحيح في غاية الصحة، في غاية القوة. ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. اللي عرف النبي رب العالمين هو اللي بيدبر الريح، هو اللي بيؤمر الريح سبحانه عن طريق الوحي. النبي عرف الليلة في ريح شديد. طيب العلاج ايه؟ المطلوب ايه؟ لا يقم فيها منكم احد. من كان له بعير فليشد عقاله، يربط العقال، يثبته كويس جدا. ريح شديدة جدا، وبالليل هبت ريح شديدة. فلم يقم إلا رجل حملته الريح حتى ألقته في جبال طي. مسافة كبيرة جدا، مئات الكيلومترات، ريح شالته ورمته في جبال قبيل الطي. المقصود كم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة؟ 30,000. والنبي قال لهم ما حدش يقوم الليلة، وفعلا ما حدش قام. 30,000 ما حدش قام. طب الامر ده امر في الدين؟ لا، ده في امور الدنيا. هذا امر في ريح، في هواء جامد، ما حدش يقوم، للمصلحة، للحرص على المسلمين، لحماية المسلمين، صح في امور الدنيا. بس النبي لما يقول ويأمر امور دنيا، امور دين، حاضر سمعا وطاعة. 30,000 لم يقم منهم احد الا رجل واحد هو اللي شذ وقام. واحد يقول طب قام ليه؟ الله اعلم، بس اكيد في حاجه، رايح لقضاء الحاجه، اما ان يتبول، اما ان يتغوط، عنده حاجه قام. بس السؤال، انا سالت نفسي، طب النبي قال ما تقومش، فهيقول بس انا عايز اقضي الحاجه. نقول له حاضر، اقضي الحاجه بس ما تقومش. ازاي؟ امشي على ايديك، احبي. النبي قال ما تقومش، يعني ما تقومش خلاص، ما تقومش. طب عايز الحاجه، روح على رجليك احبي، نفذ الامر بدقه بحذافيره، نفس الكلمات. ما حدش يقوم يعني ما حدش يقوم خلاص. ممكن واحد يقول ايه، اصل الموضوع سهل، الهواء جامد، بس انا حاضر اروح واجي. شغل مخه، هو شغل مخه، شغل عقله. واللي شغل مخه وعقله مع كلام الرسول يخسر ويتعب. اما دنيا، دنيا ودين، دنيا واخره، خلاص كلام الرسول يتطبق بالحذافيره بالظبط. مره تانيه، الراجل ده قام لحاجه، وفعلا في بعض الرد قام لحاجه، ماشي، عايز يتبول، عايز يتبرز. طب النبي قال ما تقومش، يعني في مكاني؟ لا، برضه اتحرك، اتحرك. ازاي؟ على ايديك احبي، او حتى على رجليك، او انت ماشي. هناك طريقه للجمع بين المصالح، في طريقه. ما نضيعش كلام الرسول، ما نضيعش كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. شوف الامور، خد من ده درس، لان الريح، الهواء الجامد يذكرك بمواقف تعيش بيها، تنتفع بيها. النبي قال لهم ما حدش يقوم، حاضر، ما حدش قام. 30,000 ما حدش قام، كله التزام وسمع وطاعه وكله انضباط. واللي يسمع كلام الرسول يرتاح، اللي يسمع كلام الرسول بدقه بحذافير يرتاح، من غير ما يشغل مخه. تشغل مخك في فهم النصوص وليس في معارضة النصوص أو تضييع النصوص. لما تلغي نص بمخك، لا ما ينفعش، زي ما عمل الصحابي ده، لغى النص، لغى الأمر، قام. النبي قال ما تقوموش، قام.
لما نيجي نقول له قمت ليه يا فلان، لازم عنده مبرر، لازم هيقول عايز اخش الحمام، لازم عنده حاجة هيقولها، لازم. ايوة تروح الحمام بس بطريقة ما تكسرش بيها كلام الرسول، فيه ايوة فيه. هذه المسألة، هذه المنهج اللي احنا بنكلم الناس به وبنذكر نفسنا به. يا جماعة كلام الرسول في امور الدنيا مفيد، في امور الدين مفيد، في امور الاخرة مفيد. ما حدش يضيع كلام الرسول ولا اوامر الرسول ولا نصايح الرسول ولا توجيهات الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. درس من الريح، من الهوى. الهوى شال الراجل رماه ازاي؟ سهل جدا. كان عبد الله بن مسعود الريح كانت بتزقه، لعل الراجل ده كان برضو نحيف او نحيل او خفيف او حتى تقيل، بس الريح جامدة. النبي قال لهم اقعدوا، محدش يقف على حيله، حتى الجمل لو مش مربوط كويس يطير. الله، درس. هذه كلها دروس. اول الهوى ما يجمد اقعد افتكر، اقول ايه ما اقولش ايه، زي ما النبي علمنا صلوات ربي وسلامه عليه. اذا هاجت الريح النبي يقول لا تسب الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أمرت به. والنبي يقول في الحديث الآخر الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فاسألوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، هي هي الريح، على ناس تيجي رحمة وناس تيجي عذاب. طب احنا نعمل ايه؟ ناخد خيرها ازاي؟ ان نتوجه الى الله خالقها ومدبرها ومسيرها ومسخرها، فندعوه نقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. ولو هوى بس هوى جامد نقول اللهم اجعلها لقحا لا عقيما. الريح العقيم لها مفاسد كتير. الريح اللقحة اللي معها أمطار مفيدة، مفيدة. اللهم اجعلها رحمة لا عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا كما في بعض الروايات. ندعو الله، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وتركت الدنيا ورحت أتذكر الآخرة، في ريح في الآخرة؟ في النار والعياذ بالله، السموم، وفي في الجنة. فرحت للجنة أسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة من غير حساب ولا عذاب. فإذا في الجنة كما جاء في صحيح مسلم وغيره خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة إلى سوقا يأتونها في كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم، يعني عطر وطيب، تحثوا عليهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. إن في الجنة سوقا يأتونها في كل جمعة، أهل الجنة يروح السوق دي في كل يوم جمعة، ليس فيها بيع ولا شراء، فيها ما لم تنظره العين ولم تسمع به الأذن ولم يخطر على قلب، فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، في من كل شيء من كل التحف مجانا، لا في بيع ولا شراء، فيش مقابل. تهب عليهم ريح الشمال، في ريح
ومعها مسك، معها عطر، هتهب على أهل الجنة ريح جميلة، نسمة رقيقة لطيفة جميلة، حتى الجنة فيها رياح، فيها ريح جميلة جدا. بل وعند الترمذي أن أهل الجنة تهب عليهم سحابة، سحابة، وهم في روضة من رياض الجنة، فتمطر عليهم عطرا لم يجدوا مثل رائحته شيئا قط. حتى الجنة فيها سحاب، سحاب يمطر عطرا، عطر، يبقى الريح جاية وجاية معها عطر وريحان وطيب وجمال وحسن وكل حاجة حلوة، وفي سحابة كمان. تذكرت هذه المواقف، ثم تذكرت اللاجئين أيضا في البرد والريح والمطر. قرأت أن الطفلين في الأردن في مخيم للاجئين ماتا من شدة البرد أمس، فرحت أدعو للاجئين في البرد والريح والمطر والشتاء، وأدعو للفقراء والمساكين والضعفاء ولكل المسلمين. رحت أدعو الله أن يهون عليهم، أن يرفق بهم، وأن يخفف عنهم، وأن يرفع عنهم البلاء. أسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين. اللهم ارفع عنا العناء، اللهم ارفع عنا العناء والبلاء والشحناء والبغضاء والغلاء وكيد الأعداء. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا راسخا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا شفاء من كل داء، اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة، اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم خفف البلاء عن المسلمين، اللهم هون الأحوال على المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل للمسلمين من لدنك وليا ونصيرا، اللهم اجعل للمسلمين من لدنك وليا ونصيرا، اللهم اجعل للمسلمين من لدنك وليا ونصيرا، اللهم ثبت المسلمين على الإسلام والإيمان، اللهم ثبت المسلمين على الإسلام والإيمان، اللهم ثبت المسلمين على الإسلام والإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اكفنا شر المنافقين والملحدين، اللهم اكفنا شر المنافقين والملحدين وكل أعداء الدين، اللهم اكبتهم يا رب العالمين، اللهم اكبتهم يا رب العالمين، اللهم اكبتهم يا رب العالمين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم اجعل لنا العاقبة يا رب العالمين، اللهم عجل فرجنا يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين، يا رب المسلمين، اجعل لنا من لدنك وليا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.